السلام عليكم واضح، معكم هيفا رحيم، مرحبا بكم عندنا في وهران. قريت انجلي لا تراديكسيون، ومن موراها اتجهت ديريكتومون الى التمثيل. كانت اول تجربه سينمائيه بالنسبه لي مع ممثلين عالميين وجزائريين كذلك. الفيلم اسمه الجيري بور توجور لي بور دو سولي. حنا امه ديمقراطيه مع التزام معنوي باه نديروا من هذه الدوله دوله قانون. المغرب العربي ولادنا كاع راهم يشوفوا فينا، على بالي بلي هذا الشيء ماشي ساهل. موراها درت اوسي ليميسيون تاع الحان وشباب اللي تعلمنا فيها بزاف صوالح كم كاع لي كانديدا اللي كانوا تما. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ موراها ثاني درت سلسله فكاهيه مع جعفر قاسم اللي هي عاشر العاشر الجزء الثاني. موراها شويه بشويه درنا مسلسل تاع ولاد الحلال اللي كان دوري فيها دليله. انا ما عنديش بويا، بغيتك انت تخرجني من دارنا. حكاية فيها مات يا ناير وقت البرد والامطار، سنايا راد هاي الطاير وفي وقت قلبي تكسر. بغيت ندير اغنية وحدي اللي كانت من كلمات أزهر محمد وكذلك انتاج تاعه، تلحين كانت تاعي وتوزيع سمير فتال وإخراج سمير فتال وأمين عميري. الأغنية اللي تلقت إعجاب الجمهور قالت بوكوا با سو ستيل، دونك زادتني عزيمه اني نزيد نواصل، وفرحت بزاف بهذا العمل. المراه الجزائريه في الفن مدت بزاف ومازالها تمد، وعرفت كيفاش تمشي وعرفت كيفاش تفرض الاحترام وعرفت كيفاش تاني تمد صوره جيده للمراه الجزائريه في البلاد عندنا وخارج البلاد. ولذلك انا نحيي كل الممثلات الجزائريات ويعطينا الصحه.